صلوا على رسول الله. أرخص تلفزيون على مستوى العالم 32 بوصة، عندنا ثلاث ماركات وكل شيء يشتغل عليه، نتفليكس، أمازون، يوتيوب و HD 4K فول سمارت، والسعر ب 222 درهم بس. هذا السعر الأرخص على مستوى العالم، وهذا العرض لغاية 5/2/2023، والحق ما تلحق. مثل ما شفتوا مكنسة كهربائية جميلة جدا، والحلو لا تنزل ولا شيء، وانت واقف بكل أريحية تنظف، ولا فيها واير ولا فيها شيء، متنقل تشحن وتعطيك درجة كم البطارية باقي فيها، وكلها أوتوماتيك، ممتازة جدا، وسعرها أيضا ممتاز ب 250 درهم بس. من العروض الممتازة أيضا عندنا على هذه المروحة، هذه المروحة تستخدم حق الأطفال بيبيات وهو نايم عشان ما تهب في وجهه على طول، لا انت متلف بكل هدوء، وايضا حق كبار السن ممتازه جدا وسعرها ممتاز. الحبه ب 39، كل ثلاث مراوح ب 100 درهم بس، والحق ما تلحق على الكميه. ركز معاي على هذا الاعلان، غسالات مواصفات اوروبيه صناعه تركيه، اول شيء موفر للطاقه، موفر للماي، وايضا الملابس لما تطلع منها بعد التنشيف 85% سهلة في الكوي وناعمة وجميلة جدا، يعني حتى الكواية هذه واقفة تكوي ملابسك بكل سهولة جدا. غسالة فول اوتوماتيك، مواصفات عجيبة وغريبة فيها جميع الأحجام. شوف شو عندنا هني، هذه مثلا 7 كيلو سعرها، وأرخص سعر 750 حاطينها، أنا بحطها 699 درهم، الحق ما تلحق على الكميات. للعلم الغسالات جديدة ما فيها طعجات ما فيها ضربات، تاخذها جديد اللنك بأوراقها. للعلم هذه الغسالات لأول مرة تنزل في الإمارات لأنها مواصفات أوروبية، يعني هاي 8 كيلو 888، 8 كيلو 1500 درهم، المواصفات تختلف، 900 درهم هذه كم؟ 7 كيلو، تعتمد على نوع الدورات وكمية التنشيف، مثلا هذه 1100 درهم، 8 كيلو، أنواع وأشكال، وكلها مواصفات أوروبية بس شيء فخم. ايضا غسالات الصحون مواصفات اوروبيه، تعال شوف مثل هذه عندنا 888، في عندنا 5 برامج 6 برامج الى 8 برامج، 8 برامج هذا النظام الاوروبي يعتبر. شوفوا هذه غساله الصحون، هذه تخيلوا ان هذه هني الشاشه بس لانها مطفايه، هذه شاشه كلها تاتش، غساله صحون تاتش اول مره تنزل ب 1400 درهم. تعال شوف شو عندي، ارخص وحده هذه 777 مع الضمان وتاخذها جديده للعلم. وعندك هذه شوف مواصفاتها، شوف التاتش مالها وحركات وكذا، 1111 درهم بس. واحد الاستوكات وين موجودين؟ على هذا الواتساب، طرش اي كلمه، اكتب كلمه هلا يجيك اللوكيشن اقرب مكان لك، سواء بنياس فستيفال بنياس او الملا بلازا في دبي او خلف السوق الصيني في عجمان. ارخص اجهزه رياضيه في السوق ببلاش، تعال شوف شو عندي، تعال هذا الجهاز 149 وهذا 199، كرسي حق كبار السن وانت قاعد تتمرن فيه، هذا ايضا ب 49 درهم، وعندنا هذا ب 120، كل جهاز مع سي دي يعلمك كيف تتدرب. عندنا هذا ايضا 59، الكبير 399، 199 99 درهم للرشاقه والجمال خصوصا حق الحريم، هذا ممتاز 59 درهم، ارخص من كذي ما في. شوفوا ما شاء الله انواع، شوف هذا 59 درهم بس، والحق ما تلحق على الكميات. مثل ما قلت لك على الواتساب وعندهم توصيل لجميع الأغراض برسوم بسيطة جدا. الجهاز الأكثر مبيعا في واحة الاستوكات هذا قطاعة وفرامة، خطير جدا، تحط اللحم تخيل في ثواني في ثواني. الحين براويكم تجربة عملية حق رمضان، ممتاز جدا هذا، يعني ما يعطل ولا شيء، خلال ثواني يفرم اللحم، ثواني وتكون معنا. هذا اللحم شوفوا ما شاء الله، نحط اللحم، احسبوا عندكم الوقت بس، شوف كم ثانية، شوف كيف هاي تقطع، سكر احسب الوقت، شوف شوف ما شاء الله، مجرد ما تحط الجهاز نبدأ 1 2 3 احسب. شوف ثواني ما تطول، يفرم اللحم فرم، يعني ما تشوف، شوف شوف ما شاء الله مسوينه مثل العجين، شوف كيف، شوف طريقته كيف، خلال أقل عن 10 ثواني يكون اللحم مفروم وجاهز ومقطع 100%، يعني ذبيحة عندك بمكانك خلال دقيقة تفرمها وتقطعها. والسعر هذه الكبيره 175، وعندنا الصغيره ب 99 درهم، والتوصيل
متوفر أيضا. الخلاط الأقوى في واحة الاستوكات أو في السوق، هذا الخلاط قوي جدا 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 لدرجة أن الغرشة يسويها عصير خلال ثواني. شوف القوة، شوف ما شاء الله، يعني أي نوع فواكه عندك في خلال ثواني يطحنها طحن. والسعر أيضا الأرخص في السوق ب99 درهم، وفي منه عدة ألوان، والتوصيل متوفر برسوم بسيطة. هذا الكتل سوينا عنه قبل شهر إعلان، وصراحة باعوا منه بيع وخلصت الكمية. الحين الكمية موجودة، شو مواصفات هذا؟ ليش الناس تركض عليه؟ هذا أول شيء درجة حرارة. مثلا عندك الأعشاب كل نوع عشبة لها درجة حرارة معينة، مثلا ينسون لحرارة، الشاي الأخضر لحرارة معينة، ما تقدر كل شيء تسويه على درجة الغليان، لا، مثلا من 40 لغاية 75 80 ل 100 درجة. الأطفال مثلا للحليب مالهم يسوون درجات خفيفة، شوف كل ما ضغط الزر اوتوماتيك للعلم. ها ممتاز هذا، وانا اخذته واستخدمته في البيت، صراحة رهيب جدا. في منه اسود وفي منه ابيض، والتوصيل متوفر، وسعره كم؟ 55 درهم بس. تعال شوف هني عندي، هذا ينباع في السوق ايضا نفس المواصفات، درجة حرارة وكل شيء، ويعطيك الدرجة اللي تبغيها والوقت اللي تبغيه، وفي زر وفي جرس. سعره في السوق لا يقل عن 250، هني بكم؟ ب 65 درهم، والتوصيل متوفر برسوم بسيطة. خذ هذا وادعي لي. هذا الجهاز عجيب وبيفيدكم في رمضان. هذا خلاط وقطاعة وخفاقة بيض، وهذا معاه القياس اللي تبغيه، وممكن تخلط بهالطريقة. وللعلم وزن فيه، ألوان مختلفة، وسعره في السوق مش أقل 150-200، هني ب 75 درهم بس، والتوصيل أيضا متوفر. كل العروض اللي صورناها موجودة في المولة بلازا واحة الاستوكات، في المولة بلازا في دبي، وفي بنياس في فستيفال بنياس، وعجمان خلف السوق الصيني. تعال شوف شو عندي، عندي خلاط وعندي هذه طحانة، الاثنين مع بعض الأرخص في السوق ب 25 درهم، وخذ الكمية اللي تبغيها. سشوار السفر خفيف وجميل وقوي ومطابق للمواصفات، و 850 واط، والسعر 25 درهم، وعندنا طبعا أنواع وأشكال ثانية، بإمكانكم تزورونا وتشوفون الشيء اللي ما شفتوه. هذا السشوار بعد يطبق للسفر ممتاز، واللي شعرها طويل هذه نحط فيها الشعر، ينشف تنشيف على كيفكم. أصحاب الصالونات ممتاز جدا، وسعره كم؟ 49 درهم و 2000 واط للعلم. مايدن تايلاند وهيتاشي معروفة موجودة في كل بيت، 18 لتر، سعرها الأرخص في السوق، وتحدي إذا لقيت أرخص من هذا السعر تعال خذها ببلاش. شوف السعر كم؟ 333 درهم، والتوصيل أيضا متوفر برسوم بسيطة. ماركة تيفال الفرنسية الأصلية، وتحدي بعد إذا لقيت أقل من هذا السعر تعال خذها ببلاش. هذه السعر الكبير للعلم، الحجم الكبير، 6 أشخاص يعني أطبخ تيفال الأصلية هذه بدون زيوت. في جميع فروع واحة الاستوكات العرض المجنون على الأفران، تعال بعطيك سعر إنه مش موجود في السوق، وتحدي أربع عيون. شوف ما شاء الله، تمام، وعندك هذه بإمكانك تغير عشان ضغط الغاز تغير اللي تبغيه. هذه عيبة بس إن القفل مكسور بس، ولا هو كل شيء جديد ما في أي مشكلة، تمام. وسعره أرخص سعر في السوق، أرخص من المصنع ب 399 غاز أربع عيون. وين تحصل هذا السعر؟ مستحيل. تعال شوف هني، هذا غاز ثلاث عيون وعين واحدة شو؟ كهرباء ب 999. شوف البلاش، أربع عيون ب 555 حجم أكبر، صناعة تركية، 999 حجم أكبر، وحدة كهرباء، وعندنا هذه أربع عيون 888. تعال بعطيك شيء مهم جدا، سيراميك على الكهرباء هذه، وفيها فرن وكل شيء ومرتب، والسعر كم؟ 888 درهم. والحق ما تلحق على الكميات. هذه مطلوبة في كل بيت، براد تحط خضرتك، حط الفواكه اللي تبغيه، وأقوى سعر في السوق. ثلاجات ثلاجات ثلاجات، تعال بعطيك شيء، هذه بس خذ هذه سامسونج، وضمان عليها حسب المواصفات الإماراتية. شوف ما شاء الله، سعرها في السوق مش أقل من 2500 درهم. شوف جميلة جدا وسعرها جميل، 1888 1699 1850 هذه 2399، هذه تطلع لك ماي بارد ماي حار، سعرها ممتاز، سعرها فوق 6-7000 درهم. واللي تبغيه من الثلاجات متوفر في جميع الفروع. هيلو زعفران مكتوب عليها، صينية جميلة جدا وحجم كبير وممتازة، وب 25 درهم، صراحة رهيبة حق المناسبات
مو عليها كلام، انا اول واحد باخذ لي ثنتين. هذه حق الصحون بعد الغسيل، وتحتها صينيه تنشف الماي، والسعر كم؟ 15 درهم بس. شوفوا هذه الزبده، تحصلونها في الفنادق دائما يغطونها بغطاء جميل ستيل وروعه جدا. الحبتين مع بعض في هذا الكرتون بس بخمس دراهم. في كل الفروع متوفره، في بنياس فستيفال بنياس، وايضا في عجمان خلف السوق الصيني، وفي الملا بلازا. هذه حق التوزيعات، حق الحلوى، حق الهريس، حق كل الشغلات، من اصغر حجم الى اكبر حجم. اصغر وحده اللي هي هذه بدرهم واحد، والكبيره هذه شوفوها ما شاء الله تقريبا شلها كيلو او كيلو ونص حلوى، كيلو وين؟ بخمس دراهم. وعنده ايضا هذه عليها شكل درهم الاماراتي، دله شكلها جميل، وايضا بخمس دراهم. هذه السله هاي شغل يدوي للعلم، شغل مرتب. هذه اصغر وحده بدرهمين، واكبر وحده عندنا هذه هني ممتازه بعشر دراهم بس، وجميله صراحه. شوفوا هذه، هذه تحطها في الميكروويف، تحطها في الغساله، في اي مكان. هذه ميلامين 100%، شوفوا وما تنكسر للعلم، ها قويه جدا، وفيها وزن للعلم، فيها هذا الشكل وفيها هذا الشكل وهذا الشكل، وعلى حسب الحجم 10 و15، وهذه اكبر حجم ب 20 درهم بس، رهيبه صراحه. هذه سيراميك بس فخمه ووزن ما شاء الله، هذه ب 25 وهالكبيره ب 30 درهم، موجوده في كل الفروع. هاي تحط فيها ورده شكلها جميل وانيق، تحطها في الصاله، في الميلس، في اي مكان، اصحاب المطاعم، اصحاب الكوفيات، رهيبه جدا، وسعرها بلاش بدرهمين بس. هذه ماركه قالة التركي، هاي تحط فيها البيض مع خواشيق ثنتين، شكلها جميل. هذه هالطريقه هاي 15 درهم بس. هذا المكان انا صورت لكم بعض الشغلات، هذه تصفيه امازون وشي ان، اشياء عجيبه وغريبه ما شاء الله، كميات هائله. هذا موجود في كل الفروع، كل اللي تشوفونه حق المطبخ، حق الحمامات تكرمون، حق البيت، كل الشغلات اللي تشوفونها. على سبيل المثال مثل عندنا هذه، شوفوها ما شاء الله فخار، جميله جدا، وموجوده في كل الفروع والاسعار بلاش.